وصية شيرين سيف النصر قبل وفاتها إلى العلن. ما تم كشفه عن سبب وفاتها مفاجئ، لم تكن تعاني من متاعب صحية. الفنانة شيرين سيف النصر في ذمة الله، الله يرحمها. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاماً وفق ما أكده شقيقها شريف في منشور له على حسابه الرسمي عبر فيسبوك. عمر ما طبخ السم ده، وإلا كان مات وما طبخش تاني. وفي التفاصيل، كشف شقيقها شريف عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها، وقال أنها أوصت أن تكون الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة، وأن تقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء. وكتب بكلمات مؤثرة: توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقاً لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى صعيد آخر، كشف عميد معهد القلب السابق في مصر الدكتور جمال شعبان سبب وفاة الفنانة شيرين، وكتب شعبان على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: شيرين سيف النصر الفنانة المعتزلة عاشت في صمت ورحلت بهدوء عن عمر يناهز 57 عاماً. وتابع أن شيرين توفيت صبيحة السبت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ودفنت بعد صلاة العصر في مقابر العائلة دون مراسم عزاء حسب وصيتها. وفي غضون ذلك، كشف مدير أعمال الفنانة الراحلة خالد محي الدين كواليس اللحظات الأخيرة من حياتها، قائلاً أنها توفيت فجر السبت داخل منزلها بشكل مفاجئ، ولم تكن تعاني من متاعب صحية، مضيفاً أن جثمانها وري في الثرى بعد صلاة العصر. بدقيقتين يذكر أن الراحلة شيرين سيف النصر فنانة مصرية ولدت في الأردن لأب مصري، وهو الصحفي إلهام سيف النصر، يعود أصله من الصعيد كما أكدت في لقاء متلفز، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية. وفي عام 1991 تخرجت في كلية الحقوق وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرانسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما.